نخرج نشوف تقرير صورناه لمجموعة من مرضى التوحد اللي قدموا عرض فني على المسرح السويسري، وده بيورينا ان ممكن جدا مريض التوحد بقول لكم يعيش حياة طبيعية جدا وينخرط في المجتمع بشكل طبيعي. ونرجع نبتدي معاكم اولى فقرات. مهرجان النهارده هو مهرجان فريد من يومه. هو النهارده اولا 21 مارس اليوم العالمي لمتلازمه داون، وهي نوع من انواع الاعاقات الذهنيه. السنه دي بنحتفل بيه بطريقه مختلفه خالص بالاشتراك مع استوديو عماد الدين ودي كاف. قدرنا ان احنا نعزم فرقه سويسريه اسمها هورا ثياتر، وهورا ثياتر هي من اكبر فرق الرقص اللي موجوده في اوروبا وفي العالم، وعاملين شو او عرض يعني فريد من نوعه اللي هو ديسيبل ثياتر، وهو عباره عن ان كل اللي مشتركين في العرض من ذوي متلازمه داون. النهارده هو عرض، احنا دلوقتي في النسخه السادسه من مهرجان دي كاف اللي هو مهرجان وسط البلد فنون المعاصره، والنهارده في عرض مسرح المعاق لفرقه هورا من سويسرا. اهم حاجه ان العرض ده عرض الكواليتي بتاعته عاليه قوي، مستوى عالي لف العالم، فاحنا حابين نوري الجمهور المصري انه الفن ملوش يعني حتى ذوي الاعاقه يقدروا يقدموا احسن انواع الفنون. حاجة مختلفة، وبجد هي بتطلع طاقات إيجابية كتيرة جدا جوه البني آدم. احنا كمان بنغير نظرة الناس ونظرة المجتمع ككل لينا. والله أنا مبسوطة هنا وفخورة حسن إن احنا يعني أنا فزت داون سيندروم، وإن هما بيعملوا عرض جميل. يعني إن شاء الله لما نشوفه يعني نبقى فخورين بيهم أكتر، ودي حاجة تسعدنا الصراحة. حفلة حلوة جدا وجميلة جدا، انا بحب الحفلة جدا، واول مرة بشترك فيها.